شكرا على المواكبه استاذ خايب قادر، راه مشكور يعني المتابعه ديالكم تثلج الصدر. اليوم هذا اللقاء اللي كان تواصلي مع اللاعبين، سواء اللاعبين اللي معنا من الموسم الفارط او اللاعبين اللي تم انتدابهم هذه السنه، هذه اللي كاين بعض الانتدابات اللي ما حضرتش لظروف العمل وغيرها. هذا اللقاء هو لقاء كان كما قلنا تواصلي، حطينا فيه بعض الخطوط العريضه ديال هذا الموسم. هذا المدرب هضر على البرنامج الاعدادي ديال هاد السنه هذه اللي غينطلق ان شاء الله غدا الخميس، واللي غيتواصل الفتره الاولى ديالو الى نهار 20 في هذا الشهر، والفتره الثانيه اللي غتكون من بعد جوج الاسابيع اللي غادي تكون مباشره من بعد عيد الاضحى ان شاء الله، غيكونوا فيها الفتره جوج الاسابيع، والمرحله الاخيره الثالثه هي اللي غتكون قبل اللي غنختموا بها باش نبداو البطوله ان شاء الله. هاد ثلاثه المراحل اللي هما بالنسبه لنا غيكونوا اهم محطات للاعداد وللوقوف على مدى جاهزية ديال الفريق للدخول ان شاء الله في معركة ديال البطولة والمعركة ديال البحث عن ورقة الصعود بإذن الله، اللي نختموا به البرنامج ديالنا او المشروع ديالنا ديال 4 سنوات ان شاء الله كما وعدنا الجمهور. نعم، اهم انتدابات ديال الفريق هذه في بداية الموسم؟ انتدابات لحد الساعة انتدابات متنوعة، كاين انتدابات اللي هي شابة، وكاين انتدابات اللي هي متمرسة، على رأسها كاين اللاعب عبد الرحمن، اللاعب اللي المختاري اللاعب السابق ديال شباب العرائش. كاين لاعبين اللي من القسم الثالث اللي انتدبناهم هذه السنه هذه اللي التحقوا بنا، اما في الجانب ديال الحراسه او لاعبين مهاجمين. كاين لاعبين من المدينه ديال العرائش، كاين لاعبين من الساحل، كاين لاعبين من المحيط ديالنا الاخر ديال العوامره والنواحي. حاولنا في الانتدابات اننا نخدموا على الاقليم والجهه ديال يعني المنطقه، المناطق المجاوره للمدينه ديال العرايش، وان شاء الله نتمنوا ان الانتدابات ديال من مدينه العرايش ومن المحيط ديالها تكون كافيه وتعطينا فريق قوي اللي ان شاء الله. نعم، وضعتوا هذه السنه يعني واحد المشروع يعني هو استمراريه ديال المشروع ديالكم ديال 4 سنين، فيه اهم الاهداف لاحظنا سواء اما خلق فريق تنافسي كما قلت او تحقيق حلم الصعود، يعني كيفاش يمكن تشوف الهدف ديال الفريق هذا الموسم؟ الهدف ديال الموسم واضح، حنا كما وضعنا هذه 4 سنوات وهضرنا عليه، كل سنه كناكدوا بالنتائج اللي كان هذا السنتين كنا كنحققوا الصعود من القسم الرابع القسم الثالث، من القسم الثالث القسم الثالث ممتاز. هذه السنه الاخيره في البرنامج ديال 4 سنوات اللي الهدف ديالو هو الصعود للقسم الثاني هو ان شاء الله. طبيعه الحال ما غادي تجيش بالكلام فقط، مشوار ديال القسم الثالث ممتاز، مشوار طويل 30 مباراة مع فرق متمرسة، مع فرق كتفوقك بالإمكانيات المادية بالتفرق ديالها. طبعا كاين شباب أصيلة، كاين النادي القصري، كاين أولمبيك وزان، كاين بنديبان طنجة، كاين أجاكس، كاين فرق المضيق اللي هي فرق ديال المضيق ديال المضيق، يعني كاين فرق متمرسه وفرق عندها امكانيات ماديه محترمه، كاين امكانيات الماديه خصوصا الفرق فيما يخص الشق المادي، يعني 3 مليون ديال الدرهم كذا من حتى 3 مليون سنتيم يعني، بالاضافه يعني الاعباء ديال الفريق اللي هي 30 مباراه ديال الموسم، بالاضافه الى كاس العرش ومباريات يعني ديال ابتداء الاعداد ديال الموسم. كيفاش تصبحتوا على الموارد هذه السنه باش يمكن تكملوا الموسم ديالكم؟ كما كيعرف الجميع الميزانيه او المنحه ديال المجلس البلدي غير كافيه، ما كتغطيش واحد النسبه قليله من يعني كتبقى نقطه فواد. حنا دائما كنبقاو دائما عندنا الاعباء ديال التسيير والاعباء ديال يعني الموارد الماليه كتكون قليله، كنكتفي بالموارد ديالنا الشخصيه، بعض الموارد ديال المنح اللي كتعطى. هاد السنه كنقلبوا وكنتمنوا، هذا نداء عبر الموقع الجريده ديالكم، ان يشوفوا في هذا الفريق، هذا الفريق اللي هو رجع العرايش فريق ديال المدينه، ماشي هو فريق الرئيس ولا فريق ديال منطقه معينه، فريق ديال المدينه كيحقق نتائج، عنده لاعبين في مستوى ومستوى كبير داخل وعندهم اسم في المدينه. كنبحثوا على الصعود وتشريف الكره العرائشيه،
كنتمنوا نلقاو الدعم، ما كنقولوش شي دعم كثير، وان الدعم اللي يقدر يساعدك على تغطيه ولو المصاريف اللي كتكون شهريه، اجور ديال المدربين، كتعرف الطاقم اللي عندنا ماشي مدرب مساعد والاطقم الاخرى، كتلقى مصاريف ديال يعني ديال التنقلات الى غيرها. حنا كنشاهدوا فيما يخص اللوجيستيك، الملابس وغيرها، المواد والماتيريال ديال التدريب وغيره، كنحاولوا اننا دائما نوفروا كل ما كيطلبوا المدرب العمل ديالو يكون عمل مرتاح مع اللاعبين اللي يساعد. كنحاولوا نرتحوا اللاعبين بقدر الامكان في المناح وفي التغذيه في السفر المريح الى غير ذلك، وجميع الامور اللي كتكون واللي كيعرف الخبايا ديال الرياضه ديال كره القدم، راه كاينه مصاريف اللي كتكون يوميه خصوصا مع مشاكل اللاعبين، المرض الى غيره. نعم، بالاضافه الى الجوانب يعني في اللقاء التواصلي تم التركيز على البيت الداخلي للفريق، و يعني روح انسجام بين سواء مكونات النادي. لاحظنا هناك بعض التشويش للنادي الخارجي، يمكن ارجاد يعني التشويش هذا يعني الاطراف اللي هي كتحاول تاثر على البيت الداخلي ديال رجاء العرائش. اش نقول لك السي القادر، هادشي يحير، لان خصوصا كتلقى بعض خصوصا في بعض الصفحات على الفيسبوك، صفحات اللي انا قلت لها يعني في الرد ديالي عليها، اللي بغى يدير البوز وبغى يدير شي شهر راسو يقلب على امور مواضيع اخرى غير رجاء العرائش. رجاء العرائش اللي بغى يعرف فيه شي حاجه حنا مستعدين. التواصل مع اللاعبين كنفتحوا بحال هاد اللقاءات، كنفتحوا يعني حنا مفتحين على الجميع، اللي بغى يعرف شنو هي رجاء العرائش، اللي بغى يعرف الحقائق ديال الامور مرحبا، ولكن ما يصطادوش الماء العاكر ويحاولوا يعكروا الجو ديال واحد العمل ديال واحد الاسره ديال نادي رجاء العرائش اللي كتبنا يعني بشويه وبواحد التأني وبواحد الرؤيه مستقبليه. والعارفين بالكره والعارفين بالرياضه راه كاملين كيوقفوا تحيه من هاد النادي وهاد العمل الجبار اللي كنقوموا به سواء في الاداره او اللاعبين. الصعود لموسمين متتاليين راه ماشي بالامر الهين، واذا كل النجاح ديالنا هاد السنه فرجاء العرائش غيدخل لتاريخ الكره العرائشيه بمبادئ الواسع، وان شاء الله كما كنأكد عندي هاد الطموح والرجاء في الله ان رجاءنا كامل في الله حققنا هادشي هذا بالعمل، ان رجاء العرائش يصبح من الفرق التي تحسب بها الف حساب داخل لا المدينه ولا الجهه ولا على الصعيد الوطني ان شاء الله. وكلمه اخيره لجمهور رجاء العرائش. الجمهور المحبين المتتبعين اللي كنلقاو تعاطف معهم، اللي كنلقاو الكلمه الطيبه واللي متابعيننا بالتحيه، وانا كنحيي مره اخرى، انا ما عنساش اليوم اللي لعبنا فيه في المضيق وعدنا بالنقاط المباراه والصعود، فكان اللي كان زعما شي حدث يوم كان حدث رائع اننا طيله اليوم وانا كنتلقى المكالمات متابعه في الفيسبوك سواء من العرايش او من خارج الجاليه ديالنا خارج ارض الوطن اللي كتتابع وكتهني دقيقه بدقيقه حتى انتهت المباراه تاع الصعود. كنحيي كل الغيورين، كل ذي قلب طيب ونيه صادقه هضري هذا. شكرا للجميع وشكرا لك استاذ سعد قدر على المتابعه ديالك في المنبر ديالكم لارشام، يعني مواكبه ما يمكن لا ان نحيوها ونعتز بها، وشكرا.